إسرائيل أعلنت بأنها ستبدأ بأكبر محاكاة لضرب المفاعلات النووية الإيرانية على الإطلاق في 48 ساعة القادمة، وهذه جاءت بتفاصيل متكاملة على جيروزلم بوست الإسرائيلية التايمز أوف إسرائيل، وحتى وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس تحدث عن هذه التفاصيل. وهنا لكي نفهم ما الذي يجري وما الذي تفعله إسرائيل الآن، بالنسبة لإسرائيل منذ بداية هذا الشهر هم بدأوا بعمليات تدريب أطلقوا عليها عربات النار، والآن وصلنا إلى مرحلة القسم المتعلق في ضرب المفاعلات النووية الذي سيبدأ كما تحدثنا في 48 ساعة القادمة. المحاكاة هنا باختصار تعني بأن الإسرائيليين سينفذون هذا التدريب، وكأنهم يتوجهون مباشرة بهذا الشكل، أو قد يكون بهذا الشكل، أو حتى بهذا الشكل بحسب الخطة وبحسب المناورة التي يفكرون بها، وكأنهم يتوجهون عبر الأجواء العراقية مثلا بهذا الاتجاه الذي يأتي على مسافة 1000 كيلومترا لكي تدخل الأراضي الإيرانية، ويضربون المفاعلات النووية ومن ثم يعودون إلى قواعدهم. ولكن هي ستأتي بالاتجاه المعاكس، أي بما معنى أن التدريب سيأتي على مستوى البحر المتوسط، وسينفذون العمليات على البحر المتوسط وكأنهم يضربون الأهداف التي يخططون إليها، وبالتالي هذه العملية هي عملية ستكون كبيرة للغاية. نحن اعتدنا أن نسمع هذه العمليات التدريبية من إسرائيل، مثلا العام الماضي كانت نفس التدريب ونفس الطريقة ونفس الأسلوب، ولم يحدث أي شيء ولم يأتي أي شيء من هذه التدريبات. ولكن هذه المرة هذا التدريب هو الأكبر على الإطلاق بحسب ما ذكرته الجيروزلم بوست، بأنه الأكبر في تاريخ إسرائيل. هنالك العشرات والعشرات من الطائرات الإسرائيلية المشاركة في هذه العملية، بل إن طبيعة التدريب الذي سيهدفون إليه هو سيكون متنوع، سيكون وسيبحث عن أن عددا مكثفا من الطائرات الإسرائيلية تذهب لضرب المنشآت النووية، في ظل أن الجيش الإسرائيلي، الجيش النظامي والجيش الاحتياطي سيكون مستعدا لعملية الاشتباك مع 6 جبهات في نفس الوقت. أبرز الجبهات مثلا مع حزب الله اللبناني في لبنان، مع الفصائل الإيرانية في سوريا، مع الضفة الغربية، وكذلك مع قطاع غزة. وهم أخذوا أساسا ما جرى معهم مع قطاع غزة ومع الفلسطينيين العام الماضي من ضربات صاروخية أحرجت الإسرائيليين كثيرا. سيتدربون على أساس تعرضهم لنفس السيناريو الذي تعرض له العام الماضي مع الفلسطينيين، ولكن على أساس الضعف، وكأن ضعف هذا الهجوم هو يحدث إليهم أثناء ضرب المفاعلات النووية. كذلك في نفس هذا التدريب سيكون هنالك تدريبا آخرا على مركز تجميع المعلومات الاستخبارية، هنالك مركز تحدثت عنه التايمز أوف إسرائيل، قاموا بعملية إنشائه قبل 2 عام، وهذا المركز تحديدا هو يعمل على تحديد الأهداف، وهو حقق تحديد أهداف بنسبة 400% منذ تأسيس هذا المركز. هذا المركز سيعمل أثناء ضرب هذه المنشأة وأثناء العمليات التي نتحدث عنها في 6 جبهات من خلال هذه المحاكاة التي ستبدأ كما تحدثنا خلال 2 يومين القادمين. سيكون هذا المركز يعمل على تحديد أهداف أكثر خلال هذه المعركة. وما هو أكثر إثارة في هذه القضية؟ إن الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في هذه العملية وفي عملية المحاكاة لضرب المفاعلات النووية من خلال تزويد الوقود للطائرات الإسرائيلية لكي تصل إلى المنطقة وتضرب المفاعلات النووية. وهذا يوضح بأن العراق سيكون عبارة عن ساحة وأجواء لطائرات KC-135 ستراتوتانكر الأمريكية، أي إنها تغذي الطائرات الإسرائيلية في العراق، وتدخل الطائرات الإسرائيلية لتنفذ وبعدها تعود، طبعا بحسب هذا السيناريو من السيناريوهات التي تأتي بهذا الشكل. وهي مثيرة لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما وثقته التايمز أوف إسرائيل هي قبل 10 سنوات كانت لديها فرصة للمشاركة بمثل هذه المناورات، ولكنها رفضت تماما. هذه المرة هي تشارك، ولا تشارك فقط على مستوى تزويد الوقود للطائرات الإسرائيلية لتنفيذ مثل هذه العملية، بل إن وال نيوز الإسرائيلية كشفت بأن الجنود الأمريكيين أيضا سيكونوا موجودين وسينتشرون في إسرائيل من أجل عملية مشاركة القوات الإسرائيلية في عملية مثيرة تأتي بعد ضرب المفاعلات النووية. أي بما معنى أن الذهاب، السيناريو هو الذهاب لضرب المفاعلات النووية وتدميرها، القوات الأمريكية موجودة، القوات الإسرائيلية موجودة لإدارة المنظومات الدفاعية، وذلك من أجل التصدي إلى الصواريخ البالستية الإيرانية المتوقع أن تأتي وتضرب إسرائيل بعد استهداف البنية التحتية النووية الإيرانية بهذا الشكل. وبالتالي انتشار كبير جدا للقوات الأمريكية سيكون خلال هذه الأيام من أجل عملية المحاكاة وهذه المناورة التي نتحدث عنها. وهذه قد تعني أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه المحاكاة
في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المفاوضات النووية، هي تريد القول بأننا داعمون لإسرائيل لضرب المفاعلات النووية، نحن موجودون أساسا في المنطقة ولن نغادر، لن نغادر سوريا، لن نغادر العراق، وعليكم أيها الإيرانيون أن تعودوا إلى الاتفاق النووي، وإلا المصير هو ضرب المفاعلات النووية الإيرانية بالكامل. وهذه المرة الأمور جادة وخطيرة للغاية. لماذا؟ لأن إيران تقدمت كثيرا، ولأول مرة في التاريخ وصلت إلى مرحلة قريبة للغاية من تخصيب اليورانيوم العالي ومن القدرة للوصول إلى القنبلة النووية، بحسب الكثير من المختصين تحدثوا بأن إيران على بعد أسابيع من الوصول إلى هذه القدرات النووية، مقارنة بأي من السنوات الماضية وبأي من السيناريوهات التي تحدثنا عنها وشهدناها بين إيران وبين إسرائيل. على هذا الأساس الأمور جادة للغاية، والولايات المتحدة الأمريكية جادة للغاية في عملية تواجد القوات الأمريكية في إسرائيل في هذه المناورات، وحتى من خلال هذه الطائرات، وذلك من خلال وجود هذا الرجل وهو مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية. هذا الرجل الآن موجود في إسرائيل، هو وصل يوم أمس، والإسرائيل رادار كشفت وقالت عنه الآتي: قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل الليلة لتنسيق تمرين الضربة الإيرانية المشتركة. الأمر لا يتوقف هنا، بل إن موقع أكسيوس الأمريكي كشف بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانت أيضا سيصل إلى واشنطن، وهو وصل فعلا إلى واشنطن، وبحسب أكسيوس الأمريكي أكد بأن بني جانت سيلتقي اليوم مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم، وكذلك سيلتقي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم غد. وعلى هذا الأساس نحن أمام وتيرة متسارعة لما ممكن أن يحدث وما ممكن من عملية محاكاة كبيرة لضرب هذه المفاعلات النووية. ولكن السؤال: أي من المفاعلات النووية ستضربها إسرائيل أو تهدف أو تخطط أو تتدرب من أجل ضربها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أبرز هذه المفاعلات والأكثر منطقية هي مفاعل فوردو بهذا الاتجاه، وكذلك مفاعل نتانز. بالنسبة لمفاعل فوردو، لماذا؟ لأن هنالك تخصيب يورانيوم بنسبة 20% عالية للغاية، هنالك ضخ لغاز سادس فلوريدا اليورانيوم في الفترة الأخيرة من أجل الوصول إلى هذه النسبة، هنالك أجهزة طرد مركزية متقدمة مثل الـ IR-6، أو حتى بعض التقارير تحدثت أن جهاز IR-8 أيضا موجود في هذه المنشأة التي من الممكن أن تخصب اليورانيوم وترتفع إلى نسبة 90%، وبالتالي هذا التخصيب يعتبر هو التخصيب من أجل الوصول إلى القنبلة النووية. أما بالنسبة لمنشأة نتانز فهي الأخطر على الإطلاق، لأن تخصيب اليورانيوم فيها يأتي بنسبة 60%. بالنسبة لهذه المنشأة هنالك توسعة كبيرة جدا تحدث عنها وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس يوم أمس، وتحدث أن هنالك 1000 جهاز طرد مركزي من نوعية الـ IR-6 هي موجودة في منطقة متاخمة إلى جنوب منشأة نتانز. يتم من خلال هذه التوسعة صناعة هذه الأجهزة، وسيتم تنصيبها، وبالتالي سيكون تخصيب لليورانيوم عالي وسريع للغاية مع إضافة هذه الأجهزة. وكذلك بأن إسرائيل أو بأن إيران كما كشف طبعا بني جانت أنها تمتلك 60 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% طبعا التي نتحدث عنها. وعلى هذا الأساس هنالك خطر كبير للغاية قادم. وعلى هذه الأمور وبهذه الأنباء تبدو بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيشتركون لضرب هذه المفاعلات وينهونها بهذه البساطة، ولكن الأمور ليست سهلة أبدا. فهذه المنشآت التي نتحدث عنها هي محمية للغاية، هي توجد وتتواجد تحت الأرض. بالنسبة إلى منشأة نتانز، إذا ما ذهبنا إليها الآن لنلقي نظرة عليها لنرى ما الذي يجري في هذه المنشأة التي هاجمها الموساد كثيرا. هذه المنشأة على الرغم أنها ظاهرة على السطح بهذا الشكل، إلا أن هنالك مناطقا تحتها، أجهزة طرد مركزية تحتها في عمق الأرض. وكذلك كما نلاحظ هنا بهذا الاتجاه، فإن التوسعة الكبيرة التي جاءت في منشأة نتانز والتي أضيفت، هذه هي التي تحدث عنها بني جانت، هي طبعا تأتي إلى الجنوب تقريبا من منشأة نتانز كما تحدثنا، وهذه المنطقة هي تأتي على عمق 3 طوابق عميقة للغاية. علامات استفهام وتعجب، ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إذا ما ركزنا على إسرائيل قادرة فعلا على ضرب هذه المناطق وتدمير البنية التحتية النووية في هذه المنشأة. أما بالنسبة إلى منشأة فوردو فالحال نفس الحال، قد تبدو البنايات واضحة في منشأة نتانز، ولكن في منشأة فوردو الأمور طبعا مختلفة تماما. لاحظ تراب، لا تجد شيئا، هذه هي منشأة فوردو تحت الأرض موجودة طبعا. وبأخذ الصورة بهذا الاتجاه والتركيز على هذه المنطقة سنلاحظ أن هنالك مداخل لها، هذا كل ما تستطيع رؤيته
من هذه المنشأة المهمة للغاية، هذه هي المداخل فقط الذي ممكن أو التي ممكن أن تراها، وبالتالي ليس واضحا أين من الممكن أن تستهدف هذه المنطقة وأي من المناطق الأكثر حساسية التي من الممكن أن تكون فيها الضربة أقوى. ولكن هذه المنشأة أساسا الانتل لاب العام الماضي، منتصف العام الماضي، كشفت تماما الشكل الكامل لهذه المنشأة تحت الأرض، وواضح بأن الموساد الإسرائيلي لعب دورا كبيرا في هذه القضية، وهذا واضح من خلال هذا المقطع الذي سترونه الآن. من خلال المداخل ستجد فجأة الانتل لاب نشر كل المداخل الخاصة أين يخزن اليورانيوم، كما ستلاحظون الآن اليورانيوم اليو اف 6 هنا بهذا الاتجاه، الاي ار 6 أجهزة الطرد المركزية، الاي ار 1، وكذلك سنلاحظ بأننا أمام الباك اب باور سبلاي، طبعا هذه لعملية لإنتاج الطاقة طبعا، وكذلك كما نلاحظ هنا بأنهم يرون كل شيء، هم يرون كل شيء ويعرفون كل شيء ويجدون حتى ووجدوا غرفة التحكم بشكل واضح، وبالتالي واضح أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تعرف تماما أين تضرب، ولكن هي تحت الأرض. هل ستتمكن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من تحقيق شيء في هذه الضربة؟ هذا الأمر قد يكون ويزداد صعوبة، ليس بسبب أنها تحت الأرض، بل أن هنالك لدى إيران منظومة دفاعية مهمة جدا، ألا وهي الأس 300 أو الأس 300. هذه المنظومة هي المنظومة الروسية التي تشكل تحديا كبيرا جدا إلى أغلب الطائرات التي تمتلكها إسرائيل مثل الأف 15 أو الأف 16، وهي لم تصادف أن الأس 300 اشتبكت مع الأف 15 في السابق، وبالتالي ليس هنالك تاريخا، ولكن من الممكن أن تسقطها بالتمام والكمال. وعلى هذا الأساس إسرائيل ليس لديها إلا الأف 35 طائرات الشبح، هي الوحيدة التي ممكن أن تتخلص من هذه المنظومة وأن تحقق هذه الضربات. ولكن المشكلة أيضا بالنسبة للأف 35 هي ليس بمقدرتها حمل القنابل الكبيرة من نوع البنكر باستر، أو هي مخترق القبو التي تخترق الأرض وتفجر هذه المنشآت بكل تأكيد. وإسرائيل تواجه هذه المشكلة، وبدأ الحديث عن هذه المشكلة منذ العام الماضي، والحديث عن هذه القنبلة التي ترونها أمامكم، ألا وهي الجي بي يو 57. إسرائيل لا تمتلك هذه القنبلة ولا تمتلك حتى هذه الطائرات، هذه القنبلة تستطيع فقط طائرة البي 2 التي ترونها والبي 52 من حمل هذه القنبلة. إسرائيل لا تمتلك هذه القنبلة كما تحدثنا، ولا تمتلك البي 2 ولا تمتلك البي 52. وعلى هذا الأساس ودليل على هذا الأمر أن بلومبرغ الأمريكية منتصف العام الماضي تحدثت أيها الأمريكيون وحثت الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اذهب وقدم البيتو، وقدم قنبلة الجي بي يو 57 إلى إسرائيل من أجل أن تضمن إسرائيل نفسها إذا ما وصلت إيران إلى القنبلة النووية. المثير بهذا الأمر، ظهرت قنبلة أخرى بعدها بأشهر قليلة، نتحدث هنا عن الجي بي يو 72، أظهرها وتحدث عنها الجيش الأمريكي، ووضع الجيش الأمريكي قدرة كبيرة جدا لهذه القنبلة الخارقة والفتاكة، أنها تكون وتتمتع وتستطيع طائرة الأف 15 إي من عملية حمل هذه القنبلة، وقاموا بهذه التجربة الحية وأخذوا صورة لهذه التجربة وتحدثوا أن التجارب كانت ناجحة للغاية. المثير كما نلاحظ أن هذا الإعلان كان في 12 من أكتوبر من العام الماضي لهذه القنبلة ولهذه الطائرة، وطائرة الأف 15 إي تمتلكها إسرائيل ولكن لا تمتلك هذه القنبلة، أي أن إسرائيل فقط بحاجة إلى هذه القنبلة. وعلى هذا الأساس والمثير بهذا الأمر، بعد 7 أيام فقط إسرائيل أعلنت بتخصيص 1.5 مليار دولار من أجل تعزيز قدراتها لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وأشاروا بشكل واضح إلى قنبلة الجي بي يو 72 من أجل استخدامها لضرب هذه المنشآت النووية. وبعد 3 أيام فقط البريكنج ديفنس الأمريكية تحدثت أن إسرائيل تتحرك وبدأت بالتحرك من أجل طلب قنبلة الجي بي يو 72 الحديثة التي أعلن عنها الجيش الأمريكي من أجل استخدامها ضد المفاعلات النووية. وبعد ذلك اختفى كل شيء واختفت الأنباء ولم نسمع شيئا، وها نحن أمام هذا التدريب الكبير الذي تتحدث عنه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على أعلى المستويات لضرب المفاعلات النووية. كيف من الممكن لهذا التدريب أن يكون مفيدا من دون وجود هذه القنبلة أو شيء يشبه هذه القنبلة من أجل ضرب هذه المفاعلات النووية؟ وهنا السؤال الذي يطرح نفسه طبعا، هل الولايات المتحدة الأمريكية قامت ببيع هذه القنبلة سرا إلى إسرائيل من أجل ضمان نفسها ومن أجل التهيئة لمرحلة فشل المفاوضات النووية؟ الأمر هذا على المستوى التاريخي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية فعلا، وقامت ببيع سرا هذه القنبلة
من نوع GBU-28 إلى إسرائيل باعتها سراً واعترفت بهذا الأمر العام الماضي. التايمز أوف إسرائيل وقالت تم بيع قنبلة خارقة للتحصينات الأصغر حجماً GBU-28 سراً إلى إسرائيل في عام 2009. وأين تمت ومتى تمت هذه الفترة؟ عندما نتحدث عن فترة 2009 هي في فترة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعندما كان نائبه وكما تلاحظون هنا طبعاً جو بايدن. وبالتالي الأمر ليس بالجديد على الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيع مثل هذه القنابل. وعلى هذا الأساس قد نكون أمام سيناريو معين إن F-15 الإسرائيلية ستحمل هذه القنبلة وقد تكون تتمتع بها إسرائيل الآن أن تحمل هذه القنبلة، ولكن قبل ذلك قد تكون F-35 وغيرها من الطائرات الإسرائيلية الشبح تضرب المنظومات الدفاعية الإيرانية الموجودة حول هذه المنشآت مع هجمات سبرانية. تأتي F-15 وتدمر هذه المنشآت بهذا الشكل. قد نكون أمام هذا السيناريو بكل تأكيد في الفترة القادمة، ولكن السؤال الأهم الذي سيجري وكيف ستتطور هذه الأمور وأين سنصل وكيف للمنطقة أن تشتعل إذا ما تم هذا السيناريو، وهل ستخضع إيران؟